سلسلة تلعب دورا أساسيا خصوصا على الجبهة اللبنانية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. كان هنالك تحرك للجانب الفرنسي على اعتبار أن هنالك علاقات تاريخية ما بين فرنسا ولبنان من جهة، وكذلك هنالك علاقات مع المكونات اللبنانية. الجهود الفرنسية أدت إلى الاتفاق في خلال السنة الماضية على قواعد الاشتباك ما بين حزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وساعدت تلك الجهود على ضبط الجبهة حتى لا تتحول إلى مجابهة شاملة التي نشهدها في الوقت الحالي. ولكن خلال الفترة الماضية كما تعلمين فإن إسرائيل انتقلت إلى الجبهة الشمالية وبدأت بقصف مكثف وعمليات نوعية أدت إلى ضربات مؤلمة تعرض لها حزب الله. ولكن الأهم من ذلك من وجهة النظر الفرنسية القصف للجنوب وتهجير السكان والبدء بعملية برية، وهذا من وجهة النظر الفرنسية سوف تكون له تأثيراته الكبيرة. وكانت فرنسا قد دعت إلى وقف لإطلاق النار سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان. الآن هنالك محاولة من الجانب الفرنسي للعب دور الوساطة ما بين إسرائيل من جهة ولبنان من جهة أخرى والوصول إلى وقف إطلاق النار، خصوصا بأن فرنسا تدرك أن الولايات المتحدة الآن ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية هنالك يبدو دورها محدود للغاية وتأثيرها محدود أيضا على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هنالك سياسة فرنسية تذهب إلى الدعوة لوقف إطلاق النار من جهة. وربما النقطة الأهم والتي أثارت الكثير من النقاشات سواء هنا في فرنسا أو في إسرائيل وهي الدعوة إلى وقف تصدير السلاح إلى الجانب الإسرائيلي، مع أن هذه الخطوة هي خطوة محدودة التأثير من الناحية العسكرية ولكن لها تأثيرها السياسي، وهذا ما دفع إلى رد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. طبعا كما تعلمين بالأمس جرى هنالك حديث هاتفي ما بين ماكرون ونتنياهو، أكد من خلاله ماكرون على دعم فرنسا لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وأن فرنسا ملتزمة بأمن إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه دعا طيب. إلى وقف لإطلاق النار ورأى بأن العملية العسكرية في لبنان لا تدفع باتجاه الأمن والاستقرار في المنطقة. طيب دكتور رامي تتحدث عن رغبة فرنسية لحل هذا الملف، ولكن هناك قيود مفروضة على الدولة الفرنسية، بالتالي ما هي المعطيات التي تملكها فرنسا للضغط ربما على إسرائيل أو حتى على الولايات المتحدة لحلحلة هذا الصراع العسكري وتهدئة الوضع؟ ليس هنالك كثير من الأوراق التي يمكن الحديث عنها. طبعا فرنسا حاولت أن تمارس بعض الضغوط على الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل الحقيقة تجاهلت كل الدعوات وكل الضغوط خصوصا من الدول الأوروبية وخصوصا أيضا من فرنسا. والتعامل مع فرنسا إذا شئت من الجانب الإسرائيلي هو من باب اللياقة الدبلوماسية أكثر من كون أن هنالك قناعة إسرائيلية بدور فرنسي يمكن الركون إليه، طبعا باستثناء القنوات التي تفتحها فرنسا ما بين إسرائيل ولبنان خلال الفترة الماضية. لكن الحقيقة الجانب الفرنسي يعتمد على أنه في نهاية المطاف فإن العملية العسكرية لا يمكن أن تدوم إلى الأبد، وفي النهاية لابد من اللجوء إلى الدبلوماسية، وفي هذا الإطار فرنسا يمكن أن تلعب هذا الدور. أما إذا ما أصر الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في العملية العسكرية باعتقادي أن فرنسا لا تستطيع أن تفعل الكثير، خصوصا أن بالرغم من الإدارة أن كون الإدارة الأمريكية في مرحلة انتخابات ولكن هنالك غطاء سياسي دبلوماسي وحتى أمني وعسكري تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يمنع إمكانية التأثير بشكل مباشر على الجانب الإسرائيلي. طبعا هنالك كما تعلمين حضور لفرنسا في المنطقة، لديها علاقات جيدة مع مختلف الأطراف، طبعا التواصل مع الجانب السعودي على وجه التحديد، وهنالك علاقات ممتازة ما بين فرنسا والسعودية، وهنالك تنسيق ما بين فرنسا ودول الخليج ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة. كل ذلك يمكن أن يضع إطارا دبلوماسيا سياسيا لدور فرنسي مقبل إذا ما حدثت هنالك إمكانية لوجود قنوات والوصول إلى تسوية فيما يتعلق بهذا الملف. لكن هل نحن الآن على أعتاب تلك التسوية أو على أعتاب تلك المرحلة؟ باعتقادي أننا بعيدين للغاية أمام توتر أو زيادة التوتر في إطار الصراع العسكري وزيادة العنف في هذا الإطار، وبالتالي باعتقادي أننا بعيدين. لكن فرنسا تحاول أن تلعب هذا الدور لأهميته ولأهمية إيجاد القنوات في نهاية المطاف. طيب دكتور رامي، مع كل المحاولات الفرنسية إسرائيل ماضية بغاراتها على لبنان، اليوم السؤال كيف بالإمكان أن هذه المعركة بين إسرائيل وحزب الله ألا تنزلق أكثر
هناك جهود فرنسية أو هناك ربما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع فرنسا ومن ثم الولايات المتحدة؟ ما هي الجهود الدبلوماسية في هذا الشأن؟ طبعا كما تعلمين كانت هنالك محاولات قبل اغتيال حسن نصر الله على وجه التحديد الوصول إلى هدنة 21 يوما بمبادرة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول في المنطقة منها دول عربية، لكن جاء اغتيال حسن نصر الله والتطور في الناحية العسكرية وحتى محاولات الدخول البرية التي تقوم بها إسرائيل لإجهاض هذا الجهد الدولي الذي بدأ في نيويورك أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما الآن الحقيقة لا يوجد تحرك دبلوماسي يمكن القول بأنه تحرك مؤثر يمكن أن يؤدي فعلا إلى الوصول إلى تسوية على الأقل في الأمد المنظور. طبعا مسألة الانزلاق إلى مواجهة شاملة المقصود بها هنا هو المواجهة ما بين إسرائيل وإيران. حتى الآن الحقيقة هنالك ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من قبل الدول الغربية على الجانب الإسرائيلي في وضع حدود للرد الإسرائيلي. كما تعلمين جرت خلال الفترة الماضية نقاشات حول حدود الرد الإسرائيلي، منها هل يمكن أن تستهدف المنشآت النووية، هل يمكن أن تستهدف المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة. طبعا هنالك ضغوط لعدم التوسع في الرد الإسرائيلي مما يستدعي ردا إيرانيا والدخول في حلقة مفرغة من الرد والرد المناقض وبالتالي الانزلاق إلى تلك المواجهة الشاملة. تبدو الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل ممسكة بزمام الأمور فيما يتعلق بهذه النقطة لأنها بالفعل لا تريد الانزلاق إلى مواجهة تضطر من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل بشكل مباشر وبالتالي يتوسع الصراع للدرجة التي لا يمكن ضبطه أو لا يمكن التحكم به. طبعا فرنسا والدول الأوروبية ملتزمة بهذا الاتجاه ولها مصلحة بعدم الانزلاق إلى هذه المواجهة الشاملة ما بين إسرائيل وإيران بما يؤثر بشكل مباشر على مصالح الدول الأوروبية. لذلك في هذا الإطار هنالك مساحة مشتركة ما بين فرنسا والولايات المتحدة وكذلك ما بين الدول الأوروبية.